السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكثير من إخواننا يعانون من التهاب المجاري. الرجل والمرأة يصعدهم التهابات قوية. اليوم نقدم لكم عشبة تقضي على التهاب المجاري تماما. نفس الوقت تفيد الإخوان اللي يعانون من احتباس سوائل. تمام؟ نريد لايك وتعليق ومشاركة حتى إخواننا يستفادون. نقدم لكم الصمغ العربي، الصمغ العربي السوداني. تمام إخواني؟ هذا متوفر عند العطاري، اللي تجيبوه وتاخذون خاشوقه مع الاكل، تخلوها ويا كميه قلاص مال مي طبعا مطحون، وتشربوها 3 مرات قبل كل وجبه اكل بساعه، باذن الله تعالى يقضي على التهاب المجاري، الرمل الخشن، صلايب الجراحه، وبنفس الوقت يعالج احتباس السوائل. طبعا مفيد جدا، يزود الجسم بالكولاجين ايضا، ويسحب اليوريا والكرياتين الزايدات من الكلى. نريد لايك وتعليق ومشاركه حتى اخواننا يستفادون. في امان الله وحفظه.